ازيكم؟ عامل ايه؟ ازيكم؟ الموديل ده اللي انا هعمله النهارده بالشكل ده، ده خد متر الا ربع قماش، يعني 75 سنتي بالظبط. القماشه قطن. طبعا احنا هنشرح بس شكله وبعد كده هنعمله مع بعض. دي حملته اهي، قفلت من هنا كده، والحمله كده عريضه. تحط واقع على المكان تشوفه كمان البلاستيك. يلا بينا بقى نشوف هيتعمل ازاي. نبتدي الفيديو. النهارده طبعا انت شفت الموديل اللي انا قلته لكم من شويه ان احنا هنعمله دلوقتي، هنصممه. ده كان من طلب من هدى من المغرب، بعتته لي وقالت لي اعمليه. هو طبعا طب بسيط جدا وهنشرحه مع بعض. وان شاء الله بس هقول طبعا التعليقات الاول اللي بعتيها لي على الخاص. مريم من المغرب، مريم بتقول لي بتكلمني كلام حلو جدا. شكرا يا مريم على كلامك الحلو الجميل، كلك ذوق. ندى من السعودية، ندى بتقول لي في موديل عايزاه تبعتولي اعمله لها. ماشي يا ندى، ابعتولي انا في انتظارك. صفاء، كلامك حلو قوي صفاء، شكرا ليكي. وطبعا ناس كتير بتكتبلي كتير. انا طبعا وعدت اقرا الرسائل، هقعد مدة طويلة بس عشان اخلص الموديل ده. طبعا هنا صفاء تاني، طبعا انت مستنيه الاونلاين ان شاء الله. خلاص انا الاونلاين في دلوقتي في المونتاج، وان شاء الله هينزل على الاسبوع الجاي لكل اللي اشتركوا معايا. طبعا اشتركوا كام لغايه دلوقتي كده؟ حوالي 35 مشترك في الاونلاين. خلاص ان شاء الله ينزل الاسبوع الجاي، وفي انتظاركم وفي انتظار اي حد عايز يشترك. الاشتراك مفتوح لاي حد، مصريين وبره مصر. معاكم ان شاء الله، وتبقى طريقه بسيطه جدا للتعليم، وما تقلقوش من البطلون وما تقلقوش من اي تقفيلات او اي شيء. هنبتدي بقى نعمل الموديل دوت، هنشتغل بقى خلاص. ده طول البرزه اللي انت شفتوها، طبعا هنقول الطول كده 57 سنتي. الوسع الوسع كله الديل والصدر فوق نفس الوسع. وهنقول كده 72، 72 عرض وطبقتين. ماشي، لان ده بعتبرها كده زي ما انتوا شفتوها. الطول اللي هو 57 هنشيل منه كده عشان نحط الاستيك في الصدر بالشكل ده. هنشيل منه 7 سنتي دول اللي هيتنوا بالشكل ده كده. الحمالة العرضها كله اضبقها كده، او العرض كده 11، وهنتنيها كده هتبقى 5.5 او 5. طيب احنا هنفتحها تبقى بالشكل ده، هنقفلها من هنا. طيب الطول الحمالة يعني ايه؟ طبعا حسب الطول اللي قدامك، يعني هنشيل منها، يعني هنخليها حوالي 22. وطبعا دي ما بتتقفلش الحمالة الا مقاس المقاس بالظبط. يعني هنقفل دول وهناخد الطول اللي احنا عايزينه والباقي نشيله. كده 10 سنتي او 8، يعني من 10 الى 8. هقيس كده اهو 8 ورا وقدام، وهدوس على المكوة بالمكوة ان انا اعلم على العلامة بتاعت التانية دي. هدوس كلها بالمكوة كده كده، حطيت انها اتنت بالشكل ده. هندوس هنا وارجع اكمل معاكم.
احنا بس المسافة دي 2 سنتي خلاص. هنحط الاستيك هنا وهنشوف هنعمله ازاي. طبعا الاستيك انا هبقى قد ايه بقى، هناخده مثلا العرض ده هناخده كده نص نص كده، يعني شريحة واحدة من ايه من الجهة اللي فيها الجزء 60 سنتي. نحطه بالشكل ده. بشبكه الاول بدبوس عشان ما يجريش مني الناحية التانية. خليه كده ويبقى باين قدامي. هدوس كده جنب الاستيك بالشكل ده. عندي من نص كده علامة وقيس 11 سنتي من الأمام كده قدام ونعمل علامة دي اللي هنحط فيها ايه الحلوية. ماشي، من هنا 11 والناحية التانية 17. بنشده كده دي العلامة اللي هنحط عليها هنا الحمالة. الناحية اللي فيها خياطة هنخليها تحت البط، والناحية اللي مفيهاش خياطة هنخليها أمام. هنحط دي الأول كده، عملناها أوفر، حاول نثبتها هنا. يعني بعد الأستيكة شوية هنعمل التانية. وارجع ادوس نفس الدوسة هنا فوق الأستيكة. احنا ركبنا كده الأمامي. عشان نركب الظهر من ورا لازم ناخد المقاس بالظبط، يعني نقيسه نعمل بروفة عليه وناخد المقاس اللي احنا عايزينه، طول الظهر اللي احنا عايزينه. لكن لو انا واخد المقاس ده الحمالة دي قد ايه بقفل على طول. فاحنا دي كده مقاسها يعني، بس بتبدأ من هنا الطول بتاعها من الأربعة دي حتى شيء. هتبقى كده 19 سنتي، 2 يعني 19 سنتي هيكتب كده. وهنحاول ندخل الكوريز هنا دي جوه هنا ونقفل، يعني خدنا الطول اللي احنا عايزينه بالزيادة نحسبها تحت.
هنا دي الحمالة الظهر بقى، بس دي زيادة اللي تنايت خليناها هنا عادي. والحمالة كانت طولها 19 او 18 حسب الطول اللي هو المقاس، وهي ايه متطبقة مش وهي فرضانة. ثبتها كده مرتين كده بقى خلصت.